وسط استمرار الاعتصامات السودانية أمام مقر قيادة الأركان، تتسارع الخطى في الخرطوم من أجل وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية. لقاءات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تخيم عليها أجواء إيجابية بحسب تصريحات الطرفين. اجتماعات تبدأ اليوم للنظر في القضايا الخلافية، منها صلاحيات مجلس السيادة ومدة الفترة الانتقالية وكيفية تسليم السلطة لحكومة مدنية، ما يطرح التساؤل عن شكل المجلس المقبل، هل سيكون مدنيا بعناصر عسكرية أم العكس. هذه الاجتماعات يبدو أنها أثارت استياء بعض الأحزاب على اعتبار أن التفاوض يجري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فأي دور لتلك الأحزاب في المرحلة المقبلة؟ تحديات الداخل الأمنية والسياسية والاقتصادية توازيها تحديات الخارج في ظل دخول السعودية والإمارات على الخط عبر دعمها المجلس العسكري وتقديم مساعدات مالية للخرطوم، في مقابل مخاوف تركيا من خسارة موقعها في السودان. وكما يبدو فإن عمر البشير كان قد أرسى علاقات محلية وإقليمية ودولية معقدة، فهل ينجح السودانيون في تفكيكها وإعادة بنائها بما يحفظ سيادة وأمن السودان؟ أي شكل لمستقبل السودان سيكون في مرحلة ما بعد البشير؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفينا، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ معتصم الحارث الضوي والأستاذ عبد الرحمن الأمين رئيس تحرير صحيفة الصيحة. فأهلا بكم في حوار الساعة. أرحب بكما مجددا ضيفينا الكريمين. أبدأ منك أستاذ معتصم، يبدو بأن هناك أجواء إيجابية، هذا ما يعني نقرأه ونتابعه عبر الأخبار، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، هل هذا مؤشر إلى أن المرحلة الانتقالية في السودان ستكون سلسة؟ شكرا جزيلا أستاذ وفاء، التحية لك ولجمهور قناة الميادين الموقرة. الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير مساء الأربعاء، أي منذ يومين، كان في تقدير المتواضع نقطة فاصلة في صياغة العلاقة بين هذين الجسمين التي اتسمت علاقتهما في مرحلة سابقة بالكثير من التشاحن، خاصة وأن قوى إعلان الحرية والتغيير كان لها موقف سلبي مما أسمته تعنت ومحاولات للتعالي من المكتب السياسي التابع للمجلس. اجتماع يوم مساء الأربعاء كان نقطة تحول باعتباره أزال الكثير من نقاط الاختلاف بين الطرفين المتفاوضين، واتسب أيضا بكثير من وجاء في جو ودي للغاية، لدرجة أن ما رشح على الاجتماع يشير إلى أن الفريق أول البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي حتى وصل إلى مرحلة أنه كان يتحدث عن بعض همومه أو بعض المصاعب التي يعانيها في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، وتحدث أو قال لأعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير أنه يواجه ضغوطا متعددة من جوانب من جهات مختلفة وما إلى ذلك. لكن ما زالت هناك نقطة عالقة أو بعض النقاط العالقة كما يتعلم الجميع، وعلى رأسها مسألة تشكيل المجلس السيادي تحديدا، حيث كما أشار المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي إلى رغبة المجلس بالاحتفاظ بهذا الجسم في المرحلة المقبلة، في حين ترفض قوى إعلان الحرية والتغيير. والأهم من ذلك بكثير أن الشارع السوداني وهو القوى الأقوى في المرحلة الحالية يرفض ذلك تماما. هناك يمكن الحديث عن بأنه يوجد قبول عام في الشارع السوداني لمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود كما أشار الشريط المتحرك لديكم. نعم. تحديدا المعنى يقصد بذلك بأن التمثيل العسكري المحدود يعني أنه وجود لوزيرين، وزير للدفاع وزير للداخلية. سأعود إلى شكل المجلس أستاذ معتصم،
سأعود إلى هذه النقطة حتى فقط لا نقفز على المحاور، فقط أود يعني الحديث عن العلاقة الآن التي تبنى بين المجلس العسكري وبين قوى الحريات والتغيير، هل هذا يؤشر إلى مرحلة انتقالية سلسة أم ربما يعني لا نعلم إن كان هناك ستكون تعقيدات تطرأ يعني في المرحلة المقبلة؟ هذا التفهم الذي أو الأجواء التي وصفتها هل تستمر أم تخضع للضغوط الخارجية؟ هذا محط تساؤل، ولكن اسمح لي أيضا في نفس الوقت أن نشرك معنا أستاذ عبد الرحمن الأمين. أستاذ عبد الرحمن، يعني هذه الأجواء الإيجابية هل من الممكن أن تواجه تعقيد بمعنى أن الضغوط يعني تأتي ضغوط تمارس على المجلس العسكري وبالتالي يخضع لهذه الضغوط بما ربما يعقد المشهد السوداني؟ طبعا أنتم تعلمون أن الاجتماع الذي انعقد بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير كان الهدف منه إعادة بناء الثقة بين الطرفين. نعم. لطالما تبددت هذه الثقة في المرحلة السابقة. ليس صحيحا القول أنه تم الاتفاق على نقاط، ولكن الصحيح أنه تم تحرير النقاط الخلافية وتم تكون لجنة مشتركة للنظر فيها. نعم. ومحاولة الوصول إلى اتفاق بشأنها. النقاط الخلافية كما تعلمون هي الفترة الانتقالية. نعم. وأنتم تعلمون أن المجلس العسكري حدد الفترة الانتقالية بعامين، بما ترى القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير تمتد لأربع أعوام، بحسبان أن النظام البائد قد امتدت فترة حكمه لثلاثين عاما، وأنشأ دولة عميقة تحتاج إلى فترة زمنية مطولة حتى يمكن تفكيك هذه الدولة العميقة. نعم. نقطة الخلافة الثانية كانت قد نشأت بشأن من الذي يمارس أعمال السيادة في الفترة الانتقالية. المجلس العسكري يقول أنه ينبغي أن تقصر عليه أعمال السيادة، بينما ترى قوى الموقع على إعلان الحرية والتغيير أن يكون مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري. هذه هي النقاط الخلافية التي ستعكف عليها اللجنة باجتماعاتها ابتداء من اليوم. أنا تقديري أنه ممكن جدا تجاوز هذه النقاط الخلافية باعتبار أن المجلس العسكري سيوافق في النهاية على أن تكون قوى الموقع على إعلان الحرية والتغيير هي التي تشكل الحكومة المدنية الفترة الانتقالية. كانت اللجنة السياسية التي رفضتها قوى الحرية والتغيير قد فتحت الباب واسعا لكل القوى السياسية حتى تلك التي شاركت النظام البائد في حكمه، إلى درجة أن الناطق الرسمي الكباشي قال أن اللجنة السياسية قابلت في الفترة الماضية 318 جسما سياسيا ومنظمة وتلقت 125 مبادرة. قوى الحرية والتغيير تقول أنه ما ينبغي لقوى شاركة النظام حتى غروب شمسه أن تكون مشاركة كذلك في الفترة الانتقالية، وأن فتح اللجنة السياسية لهذا الباب فتح واسعا يراد به إقراق الساحة، ومن ثم القول أن هذه القوى السياسية المتناسلة والمتكاثرة ليس بدسع اتفاقها، ومن ثم إيجاد ثقرة لتكوين حكومة انتقالية كيفما اتفق. طيب ما تقوله مهم. نعم تفضل. نعم. بشأن المجلس السيادي أنا تقديري هناك ثلاث خيارات. إما أن يكون التمثيل عسكريا، وإما أن يكون التمثيل مدنيا يحصل عليه تمثيل عسكري محدود، وإما أن يكون تمثيلا مدنيا خالصا. تعلمون أن هناك ضغوط دولية، إلى أمس كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول ومشرعون في الكونغرس الأمريكي قد عدوا مذكرة قالوا أنه ينبغي الولايات المتحدة أن لا تعترف بالمجلس العسكري. نعم. وكذلك أنه ما ينبغي التعامل ولا إجراء مفاوضات مع السودان لرفع اسم من قيد الإرهاب ما لم يتم تسليم الحكومة لجسم مدني. كذلك الاتحاد الأفريقي كان قد أمهل السودان لأول مرة 15 يوما ثم جرى التمديد إلى 3 أشهر. هذه كلها ضغوطات تمارس على المجلس العسكري. هذا ما كنت أود الوقوف عنده أستاذ عبد الرحمن. عندما يكون المجلس في اجتماعاته منفتحا ليتحدث عن وجود ضغوط، نحن نتحدث هنا عن ضغوط داخلية أم ضغوط خارجية؟ وإذا كانت خارجية هي ضغوط إقليمية على اعتبار بأن هناك أطراف إقليمية بدأت ربما تدعم المجلس العسكري، أم هي ضغوط دولية تتعلق فقط بضغوط الولايات المتحدة الأمريكية؟ الضغوط الواقع على المجلس العسكري ضغوط داخلية وضغوط خارجية. الضغوط الداخلية تتمثل في أن
النظام القديم الذي يمثله حزب المؤتمر الوطني الباعد ومن حالفه، هؤلاء ما زالوا متمترسين وهؤلاء ما زالوا ممسكين بأعنة كثير من مفاصل الدولة، ومن ثم يشكلون ضغطا. تعلمون أنهم كانوا قد أعلنوا أنهم يوم الاثنين القادم سيسيرون مسيرة للدفاع عن الشريعة، وهم يضعون الشريعة واجهة، لكنهم يريدون من وراء هذه الواجهة أن يقولون نحن هنا، وأن على المجلس العسكري أن ينتبه لأننا ما زلنا قوة موجودة في الساحة وضاغطة. هذا هم الذي، وهذا يشكل ضغطا على المجلس العسكري. طيب. الضغط الثاني، تعلمون أن المنظمات، الاتحاد الأوروبي قال أنه لن يعترف بنظام حكم عسكري في السودان، الاتحاد الأفريقي قال أن على المجلس العسكري أن يسلم السلطة في غضون 3 أشهر، الولايات المتحدة قالت أنها لن تعترف بنظام حكم عسكري. هذه كلها تمثل ضغوط خارجية، ومن ثم فإن المجلس العسكري يجد نفسه بين قطبي رحى. طيب أستاذ معتصم، عندما نتحدث عن عقدة شكل المجلس في المرحلة الانتقالية، هل هو مجلس مدني بوجود عناصر عسكرية تمثله، أم هو سيبقى بهذا الشكل مجلس عسكري وفيه مشاركة من القوى المدنية؟ هل يمكن أن يتحول ذلك إلى عقدة ربما تعكر الانتقال، والانتقال لنقل يعكر صفو المرحلة الانتقالية في السودان؟ لا أظن ذلك. أرى أن المجلس العسكري الانتقالي ربما يحاول، لعله يقامر أو يغامر، وأتمنى أن لا أكون هذا المصطلح فيه بعض من المبالغة. نعم. يحاول الحصول على نيل أكبر مكاسب ممكنة في المرحلة المقبلة على حساب تمثيل المدنيين في المجلس السيادي، لكن قد تكون تلك مناورة كما ذكرت لمحاولة الحصول على مقاعد أكثر في المجلس السيادي، علما بأن ربما يمكن الحديث عن شبه إجماع في الشارع السوداني بأن بالقبول الخيار الذي يشير إلى أغلبية مدنية في المجلس السيادي وتمثيل عسكري محدود. هذا الرأي أو هذا الخيار قد أصبح مقبولا لدى الكثيرين، رأيت وإن وربما في ظل غياب آراء أدوات لقياس الرأي العام، إذا أخذنا آراء الإعلاميين بشكل عام أو حديث الإعلاميين والقطاع الصحفي في السودان بالداخل أو خارج السودان هذه القضية، نجد أن معظمهم يميل إلى القبول بهذا الخيار، علما بأن القوة الأعظم في الشارع السوداني الآن والتي تؤثر على محور أو تفاعلات وتماحكات حتى القوى المختلفة سواء المجلس أو القوى، هو الشارع الذي يتمثل في الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات، قوات الشعب المسلحة، وكذلك في المدن الأخرى وبعض التظاهرات التي تنطلق هنا وهناك. هناك مطالب شعبية ينبغي أو يجدر، أو حتى دعونا أستخدم صيغة الوجوب، أو يجب على أي جهة كان سواء المجلس أو قوى الإعلان حرية التغيير الانصياع لها، واستخدم كلمة الانصياع بشكل وأعنيها تحديدا. لماذا؟ لأن الشعب لم ينتفض لتحقيق مطالب محدودة في المرحلة المقبلة. أتفق مع الأستاذ عبد الرحمن الأمين بوجود بأن المرحلة المقبلة قد تكون فيها بعض الخلافات، وتشكيل اللجنة بلا شك هو يعد تشكيل اللجنة المشتركة بين الطرفين بلا شك هو خطوة إيجابية في إطار ما تحدثت عنه سابقا بالوجود تذليل أو سعي جاد للتذليل نقاط الخلاف الرئيسة ما بين الطرفين. الشارع هو الحاكم، هو الفيصل في هذه المعادلة، وعلى الجميع بلا شك أن ينصاع له، يسعى لإرادته. طيب أستاذ عبد الرحمن، يؤخذ على قوى الحرية والتغيير بأنهم لم يفصحوا للشارع السوداني بتفاصيل ما حصل خلال الاجتماع بالمجلس العسكري، هل هذا صحيح؟ هل الصورة غير واضحة بما تم الاتفاق عليه والتوافق حوله؟ وما هي النقاط التي تم الاتفاق حولها؟ وما هي النقاط التي يعني ستشكل لجنة لمناقشتها وحل حالتها إذا ما تحدثنا أو استبعدنا قضية الخلاف الظاهر بمسألة شكل المجلس المقبل الذي سيقود المرحلة الشارع القادمة؟ الشارع هو الذي أنجب هذه القوة، قوى الحرية والتغيير. الشارع هو الذي ساند تجمع المهنيين، والشارع هو الذي انتصر لثورته، والشارع هو الذي قاد مسيرته. ومن ثم فإن الشارع لصيق ولا يحتاج إلى كثير تفاصيل. ربما كان الإيجابية الوحيدة التي أثمرت على لقاء المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير أنه لأول مرة يعترف المجلس العسكري
بأنه لقوى الحرية وتغيير الدور رائد ومبادر وقائد في الثورة. نعم. هذا يعطيه ميزة إيجابية على كل القوى السياسية الأخرى التي قابلتها اللجنة السياسية أو قابلها المجلس العسكري. الشارع يعلم كذلك يقينا أن نقاط الخلاف مثل ما قلت لك هي نقطة الخلاف ربما في الفترة الانتقالية. طبعا العسكريون قالوا بفترة عامين وهذه من جانب العسكريين الناس يعتبرونها حتى فترة مطولة لأن الناس دائما يخشون ويخافون من أن يستمر العسكريون السلطة ثم بعد ذلك لا يخرجون عنها. هم يقولون أننا نقتدي بسوارز ذهب، تعلمون أن سوارز ذهب هذا كان قد قاد الجيش وانحاز إلى الشعب في انتفاضة أبريل من العام 1985. نعم. لكن ربما السودانيون يقولون أن سوارز ذهب كان فلتة في التاريخ العسكري ليس على أسس حزب إنما على مستوى العالم أجمع. لذلك أن العسكريين إذا دخلوا على السلطة فإنهم يصعب الخروج منها. النقطة الإشكال أن الآن قوى الحرية والتغيير تعلن عن فترة انتقالية 4 سنوات. وإذا ما صحبها المجلس العسكري بسلطته السيادية المنفردة فإنه في النقشة تبدو كبيرة جدا أنهم من بعد 4 سنوات يصعب أن يتخلى العسكريون عن السلطة. ربما نواصل النقاش ولكن يعني نستعرض ما جاء ربما في صلب هذا النقاش ما جاء في صحيفة الأخبار اللبنانية. أول تنازلات الحرية والتغيير نحو مجلس مشترك مع العسكر. فاطمة المبارك. الأخبار اللبنانية. أول تنازلات الحرية والتغيير نحو مجلس مشترك مع العسكر. فاطمة المبارك. بعد محاولاته تجاهل قيادتها للحراك الشعبي استطاعت قوى إعلان الحرية والتغيير فرض نفسها على المجلس العسكري وإجباره على التنازل عن الكثير من قراراته ما دفعه إلى الاجتماع بها من جديد في تجاهل إضافي لبقية قوى المعارضة التي بدأت تتذمر من الاجتماعات المغلقة. لكن علاقات المجلس الخارجية المشبوهة ولا سيما مع السعودية والإمارات ومصر لا تبدو هي محل الخلاف الأبرز معه بالنسبة إلى قوى الحرية والتغيير التي لم تضع بين شروطها التفاوضية وقف استفراد العسكري بالملفات الخارجية كالمشاركة في حرب اليمن، بل اشترطت فقط إقالة أعضاء فيه حاولوا الالتفاف عليها. أجبر تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بمطالبها واستمرارها في الضغط على المجلس العسكري من خلال تعليق المفاوضات ودعوة المعتصمين إلى عدم مفارقة الميدان رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي على دعوتها إلى الاجتماع من جديد في القصر الجمهوري حيث خضع الرجلان المقربان من محور السعودية والإمارات ومصر لمطالب كانت تلك القوى قد اشترطت تنفيذها قبل الدخول في التفاوض حول الترتيبات الانتقالية وتمثلت في الاعتراف بدورها في هذه الترتيبات كممثلة للحراك الشعبي وفي إقالة بعض أعضاء المجلس. القيادي في الحزب الشيوعي السوداني عضو قوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف في حديث إلى الصحيفة يبين أن من بين النقاط الخلافية رغبة البرهان وحميدة في الاستمرار كمجلس عسكري بينما تتمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بوجود مجلس سيادي مدني ويقول إن الاجتماع أوصى بتكوين لجنة من الطرفين للوصول إلى اتفاق حول كيفية تكوين المجلس بين أن يكون عسكرياً صرفاً أو مدنياً فيه تمثيل عسكري مضيفاً أنهم من ناحية مبدئية منفتحون على حل وسطي. أستاذ معتصم اسمع منك تعليقا على ما جاء في المقال من تنازلات قدمتها قوى الحرية والتغيير هذا أولا. الأمر الآخر هل هناك فعلا استياء لدى الأحزاب المعارضة من استثنائها أو ربما تهميشها من الاجتماعات الحاصلة لحساب قوى الحرية والتغيير؟ ده أشكرك أستاذة. دعينا نثبت في الأول أن وجود المجلس العسكري وهنا أتحدث ربما أتحدث عن ما يشعر به الشارع السوداني أن المجلس العسكري أن يحاول أن يفرض نفسه شريكا في المجلس السيادي هي خطوة لم تطالب بها الجماهير السودانية. الجماهير السودانية طالبت بتسليم السلطة لسلطة مدنية. كون المجلس العسكري هنا ينبغي التحديد والتوثيق بأن الشعب السوداني لم يطالب الجيش باستلام السلطة وإنما طلبه بالانحياز إليه بمعنى تأمين الثورة وتأمين الانتقال
السلس بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلى تسليم إلى سلطة مدنية خالصة، وأركز هنا على كلمة خالصة. كون المجلس العسكري يحاول الآن انتزاع المزيد من التنازلات من جانب قوى الحرية والتغيير التي بلا شك تمثل وبشكل واقعي الشعب السوداني، هي محاولة مرفوضة بالقطاع واسع للغاية من الشارع السوداني، هذه من ناحية. من الناحية الأخرى، كون قوى إعلان الحرية والتغيير قد قبلت بتمثيل أو ربما هي بصدد القبول بتمثيل عسكري محدود، هذا من باب البراغماتية السياسية وبالنظر إلى تمثيل القوى ومحاولة بالفعل للانطلاق إلى الأمام دون التوقف عند حجر أو اتخاذ مسألة وجود ممثلين للمؤسسة العسكرية في المجلس السيادي القادم. هذا من بلا شك هو براغماتية ومرونة من جانب قوى إعلان الحرية التغيير. في المقابل ينبغي أن لا تقابل هذه الخطوة من جانب المجلس العسكري الانتقالي، ومرة أخرى أدعي أنني أتحدث ربما باسم قطاع واسع في الشارع السوداني بحسب ما أفهمه، هذه ينبغي أن لا تقابل بالمزيد من التعنت من جانب المجلس العسكري الانتقالي، لأن ذلك سيتسبب لا سمح الله في إفشال المفاوضات التي تجري الآن والتي يرتقبها الشارع، ويقف الناس الآن في الاعتصام بانتظار ما ستسفر عنه تلك المفاوضات. نعم. على المجلس العسكري أن يكون مرنا، أن يقابل تلك المرونة والبراغماتية التي اتخذتها قوى إعلان الحرية والتغيير بقدر مقابل أو مماثل لكي تنطلق العجلة إلى الأمام ولا نتوقف عند هذه المحطة، علما بأن عندما نتحدث عن المجلس السيادي هناك تركيز على المجلس السيادي، وفي المقابل المجلسين الآخرين المطروحين مجلس الوزراء ثمة اتفاق شبه جامع أو جامع حتى على أنهما سيكون من التكنوقراط من الكفاءات في قطاعاتها، أما المجلس التشريعي مرة أخرى هناك شبه اتفاق أو اتفاق حتى على أنها ستمثل تمثيل نسبي للشعب للحركات المسلحة للكيانات السياسية، ومرة أخرى بعد اتخاذ معيار الكفاءة الشخصية وإمكانية أن يكون الشخص مؤهلا للإسهام في عملية تشريعية، وهي عملية ليست وهي عملية في غاية التعقيد بلا شك، تمثيل القوى الحديثة القوى التقليدية وما إلى ذلك، هنا ليس يوجد اختلاف. مسألة المجلس السيادي ينبغي إجمالا، مسألة المجلس السيادي ينبغي أن لا تكون حجر عثرة أمام التطور. نعم. نحو الأمام. على المجلس العسكري الانتقالي أن يبدي مرونة مماثلة لكي لا نتوقف، لأن الجماهير وهي الأهم وهي الفيصل وهي الحاكم وهي قبل كل جهات أخرى هي التي تأمر وهي التي تنتظر تشكيل الحكومة المدنية السلطة المدنية لكي تعود عجلة الحياة إلى طبيعتها. هذا نحن الآن نعيش وضعا استثنائيا منذ أكثر من 4 أشهر، ينبغي أن تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي تدريجيا بلا شك. هناك إجراءات ثورية ينبغي اتخاذها ربما لا تقل أهمية عن تشكيل هذا المجلس. طيب. وهي مسألة القضاء على آثار الفساد، القضاء على الدولة العميقة التي أشرها الأستاذ عبد الرحمن الأمين وما إلى ذلك، وهناك أولويات تنموية، أولويات في معالجة المشاكل العاجلة في قطاع الصحة، في قطاع المواد الغذائية وما إلى ذلك، هذه قضايا لا تقل أهمية، لا ينبغي لنا نتوقف عند هذه النقطة كثيرا. طب أستاذ عبد الرحمن، ما موقع الأحزاب السياسية التقليدية؟ نتحدث عن حزب الأمة الوطني الاتحاد الشعب الديمقراطي والشيوعي وأيضا الأخوان المسلمين في السودان، أي دور لهذه الأحزاب في المرحلة المقبلة أمام الدور أيضا الذي تقوم به قوى الحرية والتغيير؟ ينبغي أن نفصل وأن نوضح ما هي القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير. هذا الإعلان وقع عليه تجمع المهنيين وهذا يمثل النقابات، ثم قوى نداء السودان وهذه يتزعمها حزب الأمة وإلى جانبه حزب المؤتمر السوداني. نعم، ما أتحدث عنه عذرا أستاذ عبد الرحمن دورها كأحزاب سياسية في المرحلة المقبلة وليس يعني فقط كقوى حرية وتغيير لتقود المرحلة الانتقالية في مرحلة. نعم، أنا أفهم سؤالي. حزب الأمة برغم أنه عارض نظام الحكم لـ30 عاما، لكنه قال في تصريحات صحفية منشورة أنه لا يرغب في المشاركة في الحكومة الانتقالية، وإنما كذلك يرغب فقط في أن يمثل في المجلس التشريعي الانتقالي. الحزب الاتحادي الديمقراطي رغم أنه كان مشاركا لآخر يوم
في نظام الحكم البائد، لكنه قال كذلك أنه لا يرغب في المشاركة في الحكومة الانتقالية، وإنما يرغب في المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي. حزب الإخوان المسلمين وكذلك كل الأحزاب التي كانت مشاركة حزب المؤتمر الوطني إلى قرب شمسه، هؤلاء يقولون أنه ما ينبغي أن يقصر الأمر على قوى الحرية والتغيير، وإنما ينبغي أن تشارك كل القوى السياسية في المرحلة الانتقالية. وهم يقولون، وهذا ليس صحيح، يقولون أنهم كانوا جزءا من الحراك الثوري. نحن نعتبر أن الميثاق والإعلام والحرية والتغيير كان مفتوحا أمام كل القوى السياسية، لكن القوى التي رأت فقط أن توقع هي نداء السودان، وهي قوى الإجماع الوطني، وهي كذلك جمعات الأحزاب الاتحادية المعارضة إلى جانب الجمع المهني. باقي القوى لم توقع، ومن ثم ظلت إلى جانب نظام الحكم البائد إلى أن قربت شمسه، والآن تريد أن تقول أنها كانت جزء من الحراك وأن قواعدها كانت ضمن الذين ساروا واحتجوا. الآن من أسف أن الأحزاب التي صنعت التغيير، يعني أمس كانت قوى الحرية والتغيير تقول أنها كلها قد اتفقت على أن لا تشارك في الحكومة الانتقالية، وإنما تقدم كفاءات وقدرات. الذين صنعوا الثورة لا يرغبون بالمشاركة في الحكومة الانتقالية، وإنما يرغبون فقط بأن يكون لهم حق الترشيح لكفاءة قدرات. الذين لم يصنعوا الثورة ولم يكونوا جزءا منها يريدون أن يشاركوا في الحكومة الانتقالية، هذه مفارقة في السياسة في السودان. ولكن ليس ذلك طبيعيا أن تشارك الأحزاب السياسية على اعتبار بأن هذا حق للجميع؟ أستاذ عبد الرحمن، يا أختي أنت تعلمين نحن ليست أول ثورة في نصنعها في التاريخ المعاصر، وكذلك ينبغي أن نوثق أننا هذه هي الثورة الثالثة، ربما كنا الشعب الوحيد في العالم ومن حولنا كله الذي صنع ثلاث ثورات في تاريخه المعاصر. صنعنا ثورتنا الأولى في أكتوبر من العام 64، وصنعنا ثورتنا الثانية في أبريل من العام 1985، واليوم هذه هي الثورة الثالثة، ولنا تجارب ولنا إرث في هذا. في الثورتين السابقتين كانت القوى التي تشكل الحكومة الفترة الانتقالية وتنفذ برامجها هي القوى الثورية التي صنعت التغيير وقادته، وليست القوى التي كانت شريكة في النظام القديم. نعم، ولكن أستاذ عبد الرحمن، أنا أتحدث كحق، حق يكفله أي دستور كقوى موجودة بأن تشارك في العملية السياسية. أين الضير؟ أين المشكلة؟ الآن المرحلة الانتقالية تقودها الشرعية الثورية، وإذا كان هؤلاء الذين كانوا مشاركين للنظام البائد حتى غروب شمسه يريدون أن يشاركوا كذلك في المرحلة الانتقالية، ولماذا سرنا وعلى من انغلبنا؟ نعم، طيب سنواصل الحديث حول هذه النقطة، ربما نتحدث أيضا في الجزء الثاني من الحلقة حول يعني ما يحدث في السودان والتدخلات الإقليمية والمواقف الإقليمية والدولية حول ما يحصل في السودان وتأثير ذلك على المشهد السياسي السوداني، ولكن بعد فاصل قصير نتابع بعده حوار الساعة. ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من حوار الساعة. اسمحوا لنا أن نرحب بضيفينا في هذه الحلقة، الأستاذ معتصم الحارث الضوي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا أرحب بالأستاذ عبد الرحمن الأمين رئيس تحرير صحيفة الصيحة. أستاذ معتصم، كيف تلقى السودانيون هذا الترحيب من قبل الإمارات والسعودية بالمجلس العسكري الانتقالي، بل وذهبت أكثر لدعم السودان ب3 مليارات دولار؟ نعم، هناك ينبغي التوضيح بأن هذا الموقف ربما أثار دربكة أو ربكة في الشارع السوداني. تحديدا أتحدث عن تناول الأحداث في السودان التي انطلقت في ديسمبر 2018 من الناحية الإعلامية. لشهور، في خلال الشهور الأولى، وسائل الإعلام التابعة لتلك الدول، ونحن نعلم أنها وسائل حكومية أو تلتزم خطا حكوميا رسميا، لا يمكنها أن تغرد خارج السرب كما هو معلوم، نعم، التزمت، ربما بعضها التزم الصمت المطبق، التزم الصمت المطبق، والبعض لكن السواد الأعظم اتخذ موقفا معاديا للانتفاضة الشعبية ولكن بصورة حذرة. وهذا أكبر دلالة وأكبر أمارة على أن الإرادة السياسية في دعم الانتفاضة الشعبية أو الثورة، فلندع علم السياسة يحدد لاحقا ما ماهيتها تحديدا، تتحدث عن من أستاذ معتصم؟ وهنا مهم، السعودية. متى وكيف حدث هذا؟
نعم، هذا المحور الذي أشرت إليه تحديدا. متى وكيف حدثت وكيف حدثت نقطة التحول في الموقف السياسي لتلك الدول إزاء الانتفاضة الشعبية، وبعبارة أخرى متى رفعت تلك الدول يدها عن نظام البشير على الأقل من ناحية الدعم المعنوي والإعلامي؟ هذه نقطة جديرة بالبحث، للأسف لا تتوفر لدي معطيات كافية للخوض فيها بشيء من التفصيل، لكن هي بالفعل من الضروري أن نتطرق إليها الباحثون ليعرفوا، أو الصحفيون الاستقصائيون من الزملاء لمعرفة كيف ولماذا حدثت في ظل أي ظروف. التساؤل هنا عن وجود الآن، أصبح هذا الدعم للمجلس العسكري الانتقالي أو للتغير الذي حدث في السودان أصبح واضحا من قبل تلك الدول، مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبقي ودول في السياق العام ليست تلتزم وإنما تتخذ مواقف مماثلة عادة في سياساتها الخارجية. في المقابل رأينا موقفا عدائيا من المحور العربي أو الإقليمي الآخر، وهو الذي تنتمي إليه قطر وتركيا وإيران ودول أخرى. هنا ينبغي الإشارة، واسمحي لي أن أقولها عبر قناتك الموقرة، ومن باب الإنصاف وحقاق الحق، في حين إن تلك الدول التي أشرت إليها مصر والسعودية والإمارات والبحرين وغيرها تحاول النيل أكبر مكاسب سياسية ممكنة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وتمارس وتكشف أوراقها على العلن، فإننا نرى في المقابل وللأسف الشديد مواقف يمكن متواطئة ومتآمرة، واستخدم كلمة متآمرة بشكل واضح، لدي من الدلائل ما يشير إليها، من التدخل تحت السرة اللي صح التعبير عفوا من قبل قوى داخل في المعادلة السودانية. الآن رأينا، وهنا أشير بشكل واضح إلى النظام القطري، والذي أؤكد أنه سير مظاهرات مدفوعة الأجر داخل السودان في محاولة لضرب المحور الآخر. ليست المشكلة في ضرب المحور الآخر، ولكن فلتمارس قطر أو أي دولة أخرى عملها السياسي المباشر أو تحت السرة أو الخفي خارج السودان، ابعدونا عن محاوركم، عن صراعاتكم الإقليمية، عن محاوركم الإقليمية، لن يسمح الشعب السوداني ولن يرضى بأي حال من الأحوال أن يكون السودان ملعبا لتصفية الحسابات بين المحاور الإقليمية. هذا عليه إجماع كامل. الشارع السوداني ربما يمكن الحديث أنه إن كان ثمة إجماع في الشارع السوداني فهو لا لمحاولة أي محور إقليمي أيا كان وفي ظل أي ظروف وبأي مسوغات أن يحاول الهيمنة أو يفرض أجندة أيا كانت على السودان في المرحلة المقبلة. ولكن هل يستطيع السودان حماية نفسه من هذه التدخلات؟ السياسة هي لعبة مصالح. يستطيع في حالة واحدة، أو هناك شرطين رئيسيين في تقديري. أولا استمرار الإرادة الشعبية، أكرر الإرادة الشعبية على رفضها لسياسة المحاور وسياسة العمل على أن تكون السياسة الخارجية متوازنة وفيها استقلالية وتحافظ على سيادة البلاد واستقلاليتها خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وهذا عليه إجماع جماهير. ما تقوله مهم جدا. من الناحية الأخرى وهنا متطلب في غاية الأهمية، ونحن عفوا لو سمحت لي إضافة النقطة الثانية وهي في غاية الأهمية، ونحن نتحدث عن تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء ما إلى ذلك، من الضروري بمكانة أن يكون وزارة الخارجية أو مؤسسة الخارجية السودانية في هذه المرحلة الدقيقة للغاية أن تكون على قدر كبير من الوعي والمسؤولية، وأن يتم اختيار بالفعل أشخاص أكفاء للغاية وذوي خبرة متميزة في إدارة الصراع والعبور بسلاسة عبر هذا البحر المتلاطم من التحالفات والنزاعات والتماحكات الإقليمية التي نراها حولنا. طيب، ما تقوله مهم جدا. اسمح لي أن ننقل هذه النقاط للأستاذ عبد الرحمن الأمين.
هل فعلا يعني يمكن أن يقع السودان في فخ الصراعات الإقليمية على اعتبار بأن السعودية والإمارات والبحرين تدعم المجلس العسكري الانتقالي، تدعم هذه المرحلة ربما يعني لتحقيق مصالحها في السودان؟ في المقابل هناك أيضا محور آخر، قطر وتركيا، وبالتالي يعني هذا يضع استقرار السودان واستقلالية قراره على المحك أيضا في هذه المرحلة الحساسة. تعلمون أن النظام البائد هو الذي أدخلنا في هذه الدوامة، دوامة التقاطعات السياسية، لأنه لم يكن مبدئيا في علاقاته، وإنما كان براغماتيا لدرجة الانتهادية، كان يقيم علاقات ودية مع إيران ثم انقلب عليها وأقبل على المملكة العربية السعودية وساندها في تحالف القوات المتحالفة العربية في اليمن، ثم دارت عليه الدائرة عندما وقع الخلاف الخليجي، وأصبحت المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر في مواجهة قطر. وهو كان يتذكر دوما موقفه الذي كان مصادما لكل المواقف العربية في أول التسعينات عندما قذف صدام الكويت، كانت كل الدول العربية تقف إلى جانب الكويت، وهو الذي كان يناصر صدام. ربما عانى من هذا الموقف، الموقف الذي كان غير مدروس وغير عقلاني، ومن ثم حبس عنه كل عون الخليج حتى نهاية التسعينات. لما أدرك ذلك الدرس أراد أن يقول أنه يقف على مسافة واحدة، لكن من أسف كل الأطراف حسبت عليه هذا الموقف. تحالف مصر والسعودية والبحرين كانوا يقولون دائما من ليس معنا فهو ضدنا، ومن ثم حسبت عليه هذا الموقف. قطر كذلك كانت تراهن على أن الإسلاميين ينبغي أن يكونوا إلى صفها وإلى جانبها، وكذلك لم تقدر له هذا الموقف. ظل هذا هو موقف علاقاتنا الخارجية إلى أن سقط النظام البعيد. الآن عندما نجحت الثورة، تعلمين أن حبس عون الخليج عن نظام البيض ربما كان كذلك أسهم بقدر وافر في سقوط النظام، لأنه تبين لاحقا أن كل العون الذي كان يقدم لم يكن يذهب إلى صالح الشعب السوداني. طيب يعني سقوط النظام أتانا العون من تلقاء المملكة العربية السعودية ومن تلقاء الأمارات. أهل السودان يقدرون هذا العون، وأهل السودان يقدرون أنهم لا يريدون أن يقعوا في فخ المحاور، وإنما كانت السياسة الخارجية السودانية دوما في الحقبة الديمقراطية. إذا اسمح لي أن نستعرض هذا التقرير، ربما يفتح لنا أيضا أفق جديد للنقاش. هل حفر البشير قبره بيديه في اليمن فارس الجيرودي؟ الميادين نت. هل حفر البشير قبره بيديه في اليمن فارس الجيرودي؟ يبدو كما لو أن الرئيس البشير قد حفر قبره بيده من خلال إرسال وحدات كبيرة ومؤثرة من الجيش السوداني للمشاركة في الحرب السعودية الإماراتية في اليمن، إذ كانت تلك الحرب مناسبة لكل من الدولتين اللتين تديرانها للحصول على موالين لهما داخل الجيش السوداني من كبار ضباط الفرق الذهبية الوازنة في الجيش عبر إغراقهم بالمال تمهيداً لنسج علاقات وثيقة بهم، كما شكل التنسيق الأمني الذي بدأه نظام البشير مع وكالة المخابرات الأمريكية ضد الإرهاب مناسبة أخرى للأمريكيين للحصول على مراكز قوى داخل الاستخبارات والأمن السوداني، إذ مثل مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح عبد الله محمد صالح المعروف بصلاح قوش عين الأمريكيين في السودان. ومع خفض البشير تدريجاً للمشاركة السودانية في الحرب اليمنية وازدياد حاجة كل من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة للجيش السوداني في مشروع الناتو العربي الذي يتم تشكيله بإشراف أمريكي لمواجهة إيران، خصوصاً بعد اعتذار مصر عن المشاركة فيه، استغل الضباط المرتبطون بالخارج الضغط الجماهيري المطالب بتنحي البشير، فأطاحوا بقيادة وزير الدفاع نائب البشير قائدهم السابق. ويثير التكتم على أسماء أعضاء المجلس العسكري الجديد هواجس إضافية من الطابع الأمني للمجلس ومن الدعم الخارجي الذي تحظى به أعمدته،
علما بأن الجنرال المستبعد من منصب نائب رئيس المجلس العسكري عبد المعروف الماحي معروف بعلاقاته الوثيقة بحزبيين إسلاميين، ما جعل كثيرين يعتبرون أن سبب استبعاده ارتباطه بمحور قطر تركيا ليحل محله الفريق عماد الدين عدوي الذي ترددت شائعات بأنه المرشح المحتمل الحقيقي لخلافة البشير ليدخل السودان مرحلة غامضة من صراعات مراكز القوى داخل الجيش تعكس صراعات قوى خارجية تتنافس على النفوذ في السودان ما بعد البشير. ما جاء في هذا المقال مثير للاهتمام أستاذ معتصم، هل فعلا يعني الجيش بدأ يخضع ويكون فيه مراكز قوى تخضع لمتغيرات إقليمية ولنفوذ إقليمية، وما مدى خطورة ذلك؟ هذا أولا. الأمر الآخر أريد أن أتوقف عندما يحصل في اليمن، إلى أي مدى المرحلة المقبلة قد ربما يسحب السودان نفسه من الحرب في اليمن؟ نعم، الجيش الوطني، الجيش السوداني ينبغي التأكيد على أنه السواد الأعظم منه جيش وطني ينتمي وينحاز جملة وتفصيلا إلى الشعب، هذه نقطة ينبغي تثبيتها في البدء. الاستثناء هو بعض القيادات التي تتسنم مناصب قيادية أو رتب عليا في الجيش، والذين ينبغي التوضيح بأنهم من الإسلاميين وهم ينتمون بالشكل إلى ما يسميه الأستاذ العزيز عبد الرحمن النظام البائد، وهؤلاء معظمهم وصل إلى تلك المراكز ليس عبر بوابة الكلية الحربية والكلية العسكرية، وإنما عبر التعيينات أيديولوجية نسبة لانتمائهم إلى هذا التنظيم الإسلامي المخلوع، وصلوا إلى مناصب قيادية في الجيش علما بأن الكثير منهم حتى لم يخضعوا للتدريب العسكري الأولي هؤلاء، ولذلك هناك ضغط جماهيري متزايد للإطاحة بهم وإزالتهم من المناصب الحساسة في الجيش. لكن بقية الجيش أو السواد الأعظم من الجيش هو جيش وطني وغير مؤدلج، أؤكد عليها، يرتبط بالعقيدة الوطنية، نعم، العقيدة القتالية للجيش، ويرتبط بالأجندة الوطنية التي يفرضها ويسيرها الشعب السوداني كما يريد وكما يشاء. هذه نقطة. بالنسبة لمسألة اليمن، هناك إجماع شعبي داخل السودان على مسألة رفض ذهاب المقاتلين السودانيين سواء من الجيش أو من قوات شبه نظامية للمحاربة في اليمن، وذلك لسببين. السبب الأول، ينبغي عندما نتحدث عن الشعب أن نفهم عقلية الشعب. عقلية الشعب السوداني ترى أن الحرب، عندما يشارك الشخص في حرب، ليست حربا للدفاع عن نفسه أو منطقته، فإنه يرتزق أو يرهن قراره للآخرين، ولذلك فهي مرفوضة من حيث المبدأ. ينظر الشعب إلى أن المشاركة في هذه الحرب هي ارتزاق، وهذا مرفوض من حيث العقلية أو النفسية الشعب السوداني. من الناحية الأخرى، يرى الكثيرين أو يرى السواد الأعظم من الشعب السوداني بأن هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل بشكل مباشر. عندما قد يتحدث البعض أو قد يشير البعض من المتعاطفين مع مشاركة الجيش السوداني في اليمن أو قوات سودانية في اليمن إلى صراعات إقليمية وإلى إيران وإلى نزاعات جيوستراتيجية وما إلى ذلك، قد يكون هذا مفهوما من الناحية النظرية، ولكن أنا أتحدث عن نظرة الشارع السوداني. يقول لا ناقة لنا ولا جبل، وما الذي يهمنا في الذي يحدث في اليمن؟ ولكن هذا أيضا يطرح سؤال ربما أستاذ معتصم، يكون له موطئ قدم في اليمن، أي دور يريده السودان؟ فليحارب بنفسه. نعم. فليحارب بنفسه. يعني هذا السودان في المرحلة الحالية هناك أولويات في السودان. لدينا إرث وتركة ثقيلة للغاية من 30 سنة من حكم المتأسلمين البغيضين الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، انقلاب دبر بليل كما هو معلوم. طيب، هذه الحزبة كما رأينا أن رأناها في سوء الإدارة بين المحاور الإقليمية، محاولة القفز من محور إقليمي إلى آخر، محاولة وعلى المحور الداخلي كذلك سياسة القتل والتهجير
والنهب. هذا يعود بي إلى نفس السؤال أستاذ معتصم، هو أي دور يريده السودان في المستقبل على مستوى السياسة الخارجية؟ اسمح لي على مقاطعتك فقط، ولكن حتى نشرك معنا ضيفنا أستاذ عبد الرحمن، ربما سقوط البشير أستاذ عبد الرحمن يعني أعاد إلى الواجهة الحديث عن يعني اتفاقية سواكن مع تركيا، هل ويبدو بأن هناك خشية لدى تركيا من التراجع عن هذه الاتفاقية؟ إلى مدى يمكن أن يتم فعلا التراجع عن هذه الاتفاقية على اعتبار بأن السودان أو السودانيين يعتبرون بأنه تم التنازل عن جزء من سيادة السودان لصالح تركيا في هذه الجزيرة الاستراتيجية؟ أنت تعلمين أن الضعف الذي أوصلنا إليه نظام البشير هو الذي أوقعنا في فخ هذه المحاور المتقاطعة، وتعلمين أن القوة هي التي تفرض نفسها، وأن مركز القوة الذي ربما السودان سيتجه إليه من بعد ثورته هذه سيجعله يعتمد سياسة الحياد الإيجابي. من المؤكد سننهى بأنفسنا عن أي تحالفاتنا وأي تقاطعات. إلى للأسف نحن صنفنا بغير إرادتنا، وربما بسبب ضعفنا وبسبب خطأ وخطأ السياسات التي اتبعها النظام البايد، وقعنا ما بين محور اسمه محور المملكة العربية السعودية الإمارات البحرين ومصر ومحور قطر وتركيا وإيران. السودان ظل دوما في سياسة خارجية يعتمد سياسة الحياد الإيجابي، وظل يرعى بنفسه عن الدخول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ومن ثم أنا أعتقد الآن من بعد هذه الثورة فإن السودان سيعتمد في سياسة الخارجية سياسة الحياد الإيجابي. وفيما يتعلق بمسألة تركيا، إلى الآن لم يتخذ قرار بشأن الجزيرة، هي سواكن ليست جزيرة، هذا كذلك خطأ ساد في الأجهزة الإعلامية. وكل الاتفاق الذي تم بين السودان وتركيا كان هو تحييل سواكن، لأن تركيا تعتبر أن هذا كان واحدا من إرث الخلافة العثمانية. ليس صحيحا أن تركيا تريد أن تقيم قاعدة في هذه المنطقة، وبتقديري فإن السودان سيظل حريصا على أن تكون له علاقة ممدودة وأيدي ممتدة إلى الجميع دون أن يرتهن قراره ودون أن ترتهن إرادته. سريعا يتوحل في فخ وأفخاخ التحالفات. نحن يا أختي دائما كان السودان يلجأ إليه الفرغاء حين تقع بينهم الأزمات. إذا أنت مع سياسة الحياد أستاذ عبد الرحمن؟ نعم، السودان كان دوما يصدر إيجابا سياسة للخارج. طيب. ولا يقع في فخ. اسمح لي على مقاطعتك، ولكن ربما يعني داهمنا الوقت، وأسمع تعليق سريع منك أستاذ معتصم الحارث. أي سياسة خارجية يمكن أن يلعبها السودان في نصف دقيقة لو سمحت مستقبلا؟ نعم، السياسة الخارجية أو ملامح السياسة الخارجية المرتقبة والمنشودة بلا شك من جانب الشعب السوداني هي سياسة متزنة متوازنة مدروسة بعناية، تنأى عن الوقوع في بين مطرقة وسندان التحالفات أو الموازنات الإقليمية، وإنما تحاول أن تسير شؤونها باتخاذ مصالح البلاد أولا وأخيرا بوصلة لها في المرحلة المقبلة. هذا هو المطلوب، سياسة معتدلة تحافظ على الصداقات ولا تستعدي ولا تتخذ عداءات مع أي كان. شكرا. خاصة بالنظر إلى الموقع الجيوستراتيجي للبلاد وأهميتها للجميع بالاستفتاء. أشكرك كل الشكر أستاذ معتصم الحارث الضوي الكاتب والباحث السياسي على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لك أستاذ عبد الرحمن الأمين رئيس تحرير صحيفة الصيحة، كنت معنا من الخرطوم. كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.